السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الثاني الإعدادي مدارس اللغات. هنبدأ إن شاء الله حلقة جديدة في مادة الساينس. نبدأ معاكم إن شاء الله سؤال جميل جدا 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 في اليونت 1، بيجي يقول لي compare between 1A group و 7A group، هي فيها كومبير؟ فيها كومبير، وجميل جدا. اول حاجة ممكن نتكلم فيها وباختصار شديد عشان ايه يعني الحلقة تبقى سهلة كده وجميلة. قبل ما انسى، اللي ما اشتركش معانا في قناتنا يشترك ان شاء الله، ويضغط على الكل، ويضغط على الجرس، ويضغط على الكل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وهنحاول نمشي في المنهج بكم حلو ان شاء الله، بس عايزين مشاركات، عايزين لايكات، عايزين نحس ان مدارس اللغات شغالة معانا كويس بإذن الله. وانا معاكم في المناهج كلها، هحاول بإذن الله جميع الصفوف. انا بدأت بتانية لان منهج جميل وحلو، ويعني الى حد ما بيبقى فيه صعوبة شوية بالنسبة للطلبة الصف الثاني دائما، سواء في البريب اور ايه سكند او السكندري، يعني في الاعدادي والثانوي، سنه تانية ثانوي كيمستري فيزيكس بيولوجي بتبقى مليانه شويه، هي مش صعبه. ساينس هنا برضو في تانية اعدادي الى حد ما فيه كيمستري كتير، فيعني الى حد ما بيبقى يعني محتاج توضيحات شويه. انا عندي 1A اتفقنا المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه كولد او تسمى الكلاي. هنا كولد called halogens. halogens halogens ديت واي، عايزين بقى ايه جيفريزون، يعني احنا كتبنا كده جيفريزون، هنا برضو جيفريزون، عشان كده برضو ايه نركز بوينت كده حلوة في الكمبير. called alkali due to dissolve with او dissolve in water giving ايه giving alkali. واتفقنا ان الالكلاي بيعمل ايه turns يبقى solution turns، خلاص اللي هو الالكلاي turns solution into بلو، انتو بلو غير الاسيد، يبقى الالكلاي دايما ترنز ايه سوليوشن انتو ايه بلو، يبقى بتديله او بيحوله للون الايه البلو اللي هو الازرق. هنا هالوجينز هو اي ديو تو رياكت، هي مين الهالوجينز؟ هي مين 7A اكزامبل كلوراين رياكت ويز، رياكت ديو تو رياكت ويز metal giving salts. يعني ايه يا مستر؟ نوضحها ببساطة جدا، كلوراين Cl plus sodium metal كلوراين Cl2 sodium 2، خلاص يبقى بدينا 2NaCl 2Na salt. وهنقول دلوقتي الفرق ما بين السولت والاسيد والايه والالكالاي، يبقى هنا due to dissolve with water او in water sodium plus water very equation or chemical equation important. نبص كده water analysis، يعني ايه analysis؟ يتأين يتفكك الى H بوزيتيف و اتش اي نيجاتيف، صوديوم تشينج انتو ان اي بوزيتيف ديو تو ميتال، خلاص لوس 1 الكترون، صوديوم ويز هيدروكسايد ان اي او اتش. طبعا هنا عندنا الهيدروجين عشان نعرف البالانس اوف ايكويشن بنوزن المعادلات ازاي، لازم ناخد ونراجع الايه
الاساسيات في الكيمستري، انا عامل اساسيات كيمستري باللغه العربيه بس تفيد بتوع اللغات، لان الايكويشن كلها انجليش زيها زي اللغات بالظبط. خلاص نبص برضو هنا، خلاص الناتج ايه؟ اداني الكلاي. عرفت الكلاي منين؟ فينيش ويز هيدروكسايد، ودي هكتبها في اخر الحلقه حالا ان شاء الله. نركز بس في الخطوات اللي احنا بنعملها. طيب الهيدروجين لازم يبقى مولوكيول، ما ينفعش ايه اتوم. يبقى هنا 2، هنا 2، هنا 2، هنا 2، 2، 2. نركز تاني، انا عملت ايه؟ يبقى في بالانس دلوقتي. الهيدروجين ايفولف جاز، هيدروجين جاز ها ايفولف. يبقى دلوقتي هنا الايكويشن فيري 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 جود. يبقى انا عندي هنا الصوديوم بلس ووتر، عرفنا بنعملها ازاي. ووتر اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف، صوديوم ان ايه بوزيتيف. الصوديوم بوزيتيف ويز او اتش نيجاتيف، ان ايه او اتش ده الكلاين، ده سولف ويز ووتر جيفنج ايه الكلاي، ده اللي احنا بنقول عليه وترن ايه انتو بلو. طيب ايه المطلوب مني هنا دلوقتي؟ الاتش ما ينفعش اتوم او ايون، ما ينفعش ايون، يبقى لازم ايه ملتبلاي خلاص او تايمز ايه 2 تايمز 2. يبقى هنا 2 2 2 2 وهنا 2. خلاص يبقى دلوقتي هنا ايه الجاز اللي طالع اتش 2. نركز قوي. طب الايكويشن اللي هنا كلوراين ما ينفعش اتوم، خلاص يبقى لازم مولكيول، وده اللي خلينا ها نحط هنا ايه ال2. طب 2 وهنا 2 بنحط لها بره، عامل مشترك بره خلاص زي ما الماس بيقول. يبقى التو هنا والتو هنا مع بعضيها اهي ان اي سي ال. ادانا سولت ولا لا؟ ده سولت. عرفت اللي هو سولت منين؟ نو ستارت ويز اتش، نو فينيش ويز ايه او اتش. كلام خطير جدا جدا جدا. خلاص ما زلنا في المقارنه، خلاص الكومبير ما زلنا فيه. احنا قلنا بس اول حاجه ايه كولت، خلاص يبقى ده نمبر 1 كولد الكلاي، هنا كولد ايه نمبر 1 هالوجينز. طيب نمبر 2 ممكن نتكلم عن ايه؟ هنقول ميتالز، ميتالز يعني 1 ايه ميتالز. هنا نمبر 2 نون ميتالز. ايه الفرق ما بين الميتالز والنون ميتالز؟ علينا علينا واخدناها السنه اللي فاتت في الساينس. طب في فرق؟ الميتالز طبعا هنا نقول اكزامبل وخلاص عشان نشرح عليه. الاكزامبل يعني مثل او مثال، الاكزامبل نتكلم عنه وليكن الصوديوم ان ايه 11. هنا نمبر 3 الاكزامبل، الاكزامبل هنا كلوراين سي ال 17. يا مستر ده اتوم المفروض نعملها في صوره مولكيول؟ لا، ده احنا هنا كاتبين الاتوميك ايه نمبر، اذا بنكتبها في صوره ايه اتوم عادي. خلاص الكترونيك كونفيجريشن 2 8 1. يبقى الميتال بصفه عامه فينيش 1 ايه. طب ده في 1 فينيش ويز 1 الكترون، هنا 2 8 7 فينيش ويز ايه 7. يبقى في فرق ما بين الاثنين. طيب الجروب عندي 1 ايه، يبقى الوقت هنا نمبر 4. ما احنا عايزين نعمل كومبير حلوه اهي، كومبير رقم 4 هنقول 1 ايه، ما هو العنوان كده 1 ايه تمام. طب هنا 7 ايه خلاص، يبقى نفس العنوان بناخد منه وجه مقارنه، يبقى هنا 7 ايه خلاص. هنا 5 بتديني بوزيتيف، بوزيتيف ايون ان ايه بوزيتيف. امتى؟ هوان صوديوم اتوم لوس 1 الكترون، اديتني ايه بوزيتيف ايون. طيب هنا هيديني ايه ها نيجاتيف ايون، نيجاتيف ايون. الكلام ده مهم جدا يا جماعه، نيجاتيف ايون نيجاتيف اي سي ال ها جين 1 الكترون. طب عرفت اللي هو جين منين؟ ما انا قدام الاتوميك نمبر اهو، هنا الاتوميك نمبر عشان برضو نفهم احنا بنعمل ايه، ما نقولش المستر بيكتب وخلاص. لا 2 8 1 لوس 1 الكترون تمام ها 2 8 7. طب وبعدين ها جين 1 الكترون تمام، بيديني ايه كلوراين ايه نيجاتيف.
كلورين ايه نيجاتيف، وده النيجاتيف ايه ايونز، نيجاتيف ايونز. يبقى هنا عندنا بالنسبه للكمبير حلوه جميله برضو، استفدنا منها في بعض الامور. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا اللي ما اشتركش، وفي ناس بتفكر اشتراك يعني يدفع فلوس، لا بنضغط بس على الاشتراك خلاص عشان تبقوا معانا في قناتنا بإذن الله، ونضغط على الجرس زي ما قلنا، ونختار الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وما ننساش اللايكات، لأن اللايكات دي طبعا بتساعدنا وبتخلينا ايه أكثر نشاطا معكم في سنة تانية لغات، ونكمل معاكم الساينس إن شاء الله. يعني الحلقة القادمة بإذن الله نعمل لكم الإكويشن بتاع يونت 1 كلها بشرح جميل كده ومنسق، وفي كومبير لسه ما بين الاسيد والبيز، الاسيد والبيز اللي هو اسيد اوكسايد وبيز ايه اوكسايد، لانها تستحق بالاكويشن بتاعتها. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.